مشاهدينا، البناء الذكي اليوم صار عندنا في البحرين مصنع يبني بيت في المصنع. بيتك، بيت المستقبل، يبني في المصنع. الفكرة بحرينية وطبعا تحظى ببراءة الاختراع. اليوم احنا من خلال فقرة البناء الذكي او المنزل الذكي بنسوي مقارنة بين المنزل الذكي وبين المنزل الكلاسيكي المبني من الطابوق والاسمنت. بنقارن وبنشوف يعني هل يخر ما يخر، هل هذا البيت نتعامل معاه كمنزل مؤقت ولا كبيت العمر. منزل ذكي يعني هل هو في الصيف بارد، في الشتاء دافئ. بنتكلم عن الجودة، بنتكلم عن التكلفة، بنتكلم حتى عن البنية التحتية، بنتكلم عن أمور كثيرة حول هذا المنزل، ولكن بعد هذا التقرير. حياكم الله من جديد. أسئلة كثيرة حتى أنا اليوم طرحت ذي الموضوع من خلال حسابي الشخصي، واللي يسأل هل ممكن إحنا ننقل البيت من مكان إلى آخر، هل ممكن نبني كطابق ثاني. أسئلة كثيرة حقيقة، لكن إحنا معانا الآن طبعا نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الكبيسي الأستاذ عبد الله. حياك الله. الله يحييك، نورت في الاستوديو، مشكور على قبول الدعوة. الله يحييك. الشيء الجميل في الموضوع أن الفكرة بحرينية وتحظى ببراءة اختراع طبعا، والمصنع موجود في البحرين، لكن التقنيات اللي موجودة في المصنع من وين يبتوها؟ الفكرة شنو كان الدافع وراها؟ شنو الأساس؟ الفكرة طال عمرك هي خبرة عمل عملية، في أثناء تأدية العمل على مدى السنين الطويلة. نعم. خبرة اللي استمدتها من الوالد اللي طال عمره. هناك في هدر في طريقة البناء التغليدي، ويستغرق وقت طويل. نعم. صاحب المشروع، صاحب البيت أو المبنى، يدفع تكلفة إضافية ما تعادل 50% هي على ويست، إحنا مسويين اللي هو الهدر. فكان عندي 3 أهداف مهمة، وهل يطلبها الاستشاري سواء كانت الوزارة أو المالك أو الاستشاري اللي هو يشرف على المشروع. النوعية طبعاً، كواليتي كنترول، الوقت، إذا كده تأخر المقاول يحسب عليه غرامة تأخير، عدد العمالة وصعوبة العمالة، لأن لازم تجيب عمالة مستوردة من الخارج. نعم. منها الفني، منها اللي فاهم عمل وعنده خبرة، ومنها اللي لسه يتدرب. نعم. هناك أنظمة بناء كثيرة موجودة في العالم، من البريكاست ما نعرف عنه،
وغير أنظمة صلحت وأنظمة يعني حصلت لها قبول في الأسواق وأنظمة ما نجحت. البريكاس هو اللي كان موجود في البحرين من قديم وفي العالم ككل. ولكن بعض المشاريع لا تحبذ هذا النظام بحيث أنه هو غير قابل للتعديل أو التطوير في المستقبل. تطوير أو ترميم أو توسعة. ترميم يعني خرسانة. وبعدين بيكون مكلف أكثر. نعم. وزنه بيكون أكثر، فلا بد للاستراكشر يعني كهيكل يصمم يعني يتحمل الوزن. هذا النظام استخدم في مشروع مدينة حمد. استخدم نعم. نعم. ذاك بعض الـ المناطق الإسكانية. أي نعم بعض المناطق الإسكانية. إسكانية. وتركيب البيوت. أي نعم. خرسانة ولكن تركيب. أي نعم. نعم. هو كويس ممتاز يعني في حد ذاته، بس لكن ما تم القبول من قبل المواطنين أو كثير يعني مش في الخليج، في البحرين، في الخليج ككل. نعم. نظامي شبيه له. نعم. بس بفكرة تختلف. اللي هو نستخدم الطوب العادي العازل الحراري ويكون تصنيعه في المصنع بنفس الطريقة ومن ثم نقله إلى الموقع أو تركيبه. الميزة في هذه البيت يصنع في المصنع. المصنع مثل ما يعني المعلومة اللي عطيناها هنا صحيح. نعم. يعني جميع أجزاء المبنى سواء بيت أو مبنى أي مبنى بالحمامات الله يعزك كل شيء. نعم كل شيء. جميع أجزاء المصنع البيت أو المبنى تصنع في المصنع ومن ثم تركب في الموقع. إيش الميزة هنا؟ هنا في كواليتي كنترول، ليس هناك عوامل جوية أو أخطاء بشرية ممكن تأثر في النوعية. يعني لا يتأثر بالعوامل الجوية. إيه نعم، مثلا تعرف الحين إذا مثلا في خرسانة وكانت مثلا في الصيف في الشمس حارة أو هواء قوي يتشرخ يصير في شروخ. نعم صحيح. في الطريقة التقليدية لازم تستخدم الأخشاب كقوالب للصب. طيب لو أخذنا هاي الجزئية تشوف أنت القاعدة أو العمود، الخشب والنجارين اللي يعملون القالب يستغرق وقت أكثر يمكن 20 مرة من صب القالب نفسه. ويكلف يمكن 3 أضعاف تكلفة القالب نفسه، العمود أو القاعدة. نعم. فهذه هدر في الوقت وهدر في التكلفة. نعم. هنا في النظام عندنا طبعاً له قوالب حديد، قوالب تحرك بالهيدروليك لمختلف المقاسات. ممكن يستخدم آلاف المرات. طبعاً المصنع عندي ينتج بيتين في اليوم. يعني ما يعادل 100 جدار وأدراج قواعد وجسور وأسقف وأرضيات لعدد بيتين في اليوم. التوفير في الوقت 80%، يعني الوقت المطلوب يعني تنفيذ أي مبنى هنا ممكن توفر 80% في الوقت. والتكلفة في نفس الوقت توفر، يعني العادة إذا بتسرع في تنفيذ المشروع لازم تزيد العمالة، هنا بالعكس توفر 80% في الوقت و 80% في العمالة، يعني في الجهد. في الجهة. نعم. نعم. لأن في معدات أو أجهزة راح تقوم بس التكلفة إيش قد نوفر؟ التكلفة من 30-40% أقل من الطريقة التقليدية العادية. نعم. منزل التقليدي. إيه نعم. 30-40%. إيه نعم. أوكي. هو التوفير هو في الويست مش في المواد. يعني هناك هنا ما نبي أخشاب، ما نبغى نجارين، زين. طريقة تركيب الطابوب. الطوب يعني يركب على الطاولات في المصنع. ما يبقى له شحن يعني نقل مواصلات الى الموقع. الايجابيات يعني الجانبيه بس يخر ولا ما يخر؟ لا طبعا ما يخر في الحالتين، حتى في التغليف ده اذا عملت عازل الماء بطريقه صحيحه ما يخر. زين لما نقول احنا منزل ذكي، يعني هل هو مثلا في الصيف، يعني احنا تكلمنا عن المظهر الخارجي نعم. داخل البيت هل هو في الصيف مثلا يكون ابرد من المنزل التقليدي وبالتالي في الشتاء يكون ادفأ مثلا؟ هو على استخدام المواد يعني حتى في الحالتين. لما نقول منزل ذكي في شنو يتمثل الذكاء؟ حتى في النظام التقليدي او نعم. العادي يعني اذا استخدمت المواد العازله مثل الطابوق العازل نعم. طبعا بيكون ابرد في الصيف ويوفر كهرباء. وحين حسب الانظمه والقوانين وزاره الكهرباء لابد من استخدام نعم. نعم. والبلديات الزامي تستخدم اللي هو العازل الحراري الطوب في السقف، عازل حراري. نظامنا برضه يعني يزيد في العزل اللي هو الارضي. بمعنى؟ اي نعم، بمعنى ان في فراغ بين الارضيه وتربه المبنى. والميزه اللي يعطينا اياها هني؟ يعني في عزل عن رطوبه وعزل عن حراره.
المنبعثة من الأرض. اي نعم. اوكي. نعم. اوكي. طيب هذا النوع من المنازل استاذ عبد الله، يعني هل احنا نتعامل معاها كمنازل مؤقته ولا نقدر نعتبرها بيت العمر؟ يعني بيت العمر هو بالعكس، العمر الافتراضي في هاي الانظمه حاليا اكثر بكثير من انظمه البناء التقليدي. اوكي. حسب القوانين هو على الهيكل الاستراكشر 10 سنوات ضمان، هنا نعطيك 50 سنه. ويعتبر هو آمن بالنسبة لل يعني الظواهر الطبيعية الأخرى مثلا، يعني الزلازل، يعني ناخذ فكرة عامة. الحمد لله ما عندنا في منطقة زلازل، ما عندنا، ولكن بشكل عام يعني لا يتحمل أكثر، لأن في نظام يعني مع الأسف الصور ما كانت متوفرة، ولكن في نظام البناء الذكي أو الحين نسميه الكي بي اس كوبيس بيلدينج سيستم، هيكليا زدنا في قوة البناء، فذلك لأجل نقل الألواح الجدران وتوصيل الجدران مع بعض، فلابد من الجدار يكون عليه فريم من خرسانة، فكقوة بناء زادت هنا. إنزين، من ضمن الأسئلة اللي جاتني، هل يمكن بناء نوع من ذي المنازل يعني كطابق ثاني؟ مثلاً شاب في بيت أبوه يبي يبني كطابق ثاني، هل يمكن؟ ممكن. ممكن. وفي الحوش ممكن. ممكن. هل ممكن نقله يعني من موقع إلى آخر بعد تشييده؟ يعني أنا بنيت في البيت. إيه نعم. وطلعت لي أرض. فأبغى أشيله من البيت، يعني بيت الوالد، بيت الأهل، بيت الأسرة، وبودي أرض. لا، هو ممكن نقله، ممكن ينقل يعني. أوكي. ولكن لم يصمم للنقل، هو نفس بناء، بس ممكن تصميمه للنقل. ممكن. هو حاليا احنا قاعدين نركب اجهزه اضافيه على المصنع او تطوير المصنع عندي، بحيث انه يكون قوالب يسمونها بوت، يعني حق الباثروم، حق الله يعزك الحمام، المطبخ، بتكون كغرف كامله. يعني احنا فذا مشروع في المملكه العربيه السعوديه في الرياض، ننقل الله يعزك الباثروم للحمام كغرفه كامله متكامله فيها البلاط والاطقم الصحيه من المصنع. من المصنع يعني يجهز في المصنع. طيب اذا هو كان بيختار نوع معين من البلاط، نوع معين من الادوات الصحيه، نعم. عندكم الخيارات، او ممكن هو حتى يوفرها مثلا من محل آخر مثلاً أو شركة أخرى مثلاً، ولا لا هي إذا حب ذلك، أو أنه يختار حسب المواصفات، يعني مع الاستشاري اللي بيصمم مشروع، أو يختار مع أنتوا توفرون له، نوفر له حسب اختياره في التشطيب يعني. جميل. نعم. إحنا طبعاً الجدار يطلع من المصنع مشطب كامل، ركب فيه النوافذ، الأبواب، السبق، ويتم تركيبه. هو خلينا نقول الأنظمة البناء الذكية مسموها أو الحديثة، هي تصحيح خطأ قائم. يعني نفس الأثاث الحين، تخيل أنت لو جبت الأخشاب والصبغ وقمت تستعمل الطاولة أو أي أثاث في البيت، نعم، فبيكون في ويست وبيكون في وقت كثير. إحنا حاليا نستورد الأثاث من برا ونقوم بتركيبه، هو نفس الشيء. نعم. 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 بالنسبة للفكرة هذه، يعني قلت لي فكرة بحرينية خالصة وتحظى نعم. ببراءة اختراع، نبي نوقف عند هالجزئية هذه. والله طبعاً ما قلت لك فكرة عمل، يعني شفت الهدر والويست، وكان عندي ثلاث أهداف في تنفيذ مشاريع قبل، كنت مشاريع الحكومية أو الخاصة، إن تحسين نوعية أو الكواليتي كنترول والتايم كنترول والكوست كنترول، كمقاول أنت تحط سعر، طبعا بتحصل المشروع انه تكون انزل سعر. اي نعم. فكيف توفر في هالشيء؟ بالطلاع على انظمه البناء كلها الحديثه. اي نعم. تواصلت مع شركه استشاريه في المانيا. اي نعم. في المانيا، فعرضت عليهم الفكره. حلو. يعني ابى انفذ مصنع يقوم بالطريقه الاتيه. هم اقترحوا انه هذا شيء جديد، ورسلوا مركز الاختراعات في ميونخ في المانيا. بعد 6 شهور اكدوا ان هذا النظام غير موجود حاليا في العالم. في العالم على مستوى 180 دوله. يعني قلت ممكن يسجلون لي براد اختراع، وسجلنا بالكي بي اس اللي هو الكوبيس بيلدينج سيستم. الشركه الالمانيه صنعت المعدات وركبتها. طبعا اليونيك او المميز في هالموضوع اللي هو السوفت وير. يعني انت مجرد تجيني كصاحب مشروع، انا اخذ الخرائط
او المواصفات حاليا بالاوتوكاد بالسي دي، احطها في النظام في السوفت وير، يترجم جميع المقاسات بالملي الى المصنع، فيقوم اللي هو الروتر اللي هو يحدد على الطاولات المقاسات، الفتحات، النوافذ، الابواب، السويتشز، البلاك. جميل. نعم، فهنا الاخطاء ما بتكون. من متى عندنا احنا ذي المشروع استاذ؟ والله مشروع المصنع بدا الانتاج، بدايه الانتاج فيه من حوالي 5 سنوات. اي نعم، من 5 سنوات. نعم، نفذنا مشاريع في البحرين هنا كقطاع خاص انا كمطور. نعم. ونفذنا مشروع في المملكه العربيه السعوديه حق وزاره الاسكان. نعم. حصلنا يعني شهادات يعني جودة، جودة في. نعم. في نعم. وبالنسبة حق الكاس أو الزبائن راضين عن ال. نعم، وعندنا جهات رسمية يعني. في عجالة، لو بسألك أنا عن أبرز التحديات اللي ممكن أن تواجه ذي المشروع أو هذه النوعية من البناء. فهم الناس حق التغيير أو التحديث. اي نعم، يبغى له فتره يعني يكون يقتنع. طبعا اليوم احنا عندنا مختبرات ووزاره الاشغال والكهرباء ووزاره الاسكان. نعم. ووزاره الدفاع عندهم طبعا مهندسينهم الجهاز الهندسي اللي يقوم بفحص وتقييم الانظمه هذه. نعم. نعم. الاستاذ عبد الله الكبيسي، رئيس مجموعه الكبيسي، شكرا لوجودك معنا. الله والله يوفقكم مشاهدينا. الله يسلمك. يعني سمعتوا يعني نظام البناء الحديث اللي سمعنا عنه، طبعا واحد من أنظمة كثيرة دخلت فيها التكنولوجيا، التكنولوجيا اللي تقدم الكثير من الحلول المبتكرة، أوجدت نموذج بناء ذكي يعتمد على تقديم منتج عالي الجودة قليل الأخطاء بتكاليف أقل طبعا. وهذا النظام الذكي في البناء ينبغي أن يكون خيار لنا في المرحلة المقبلة، ينبغي أن يتحول إلى ثقافة، مو بس علشان نسرع وتيرة الإنجاز ونقلل التكاليف، بل كذلك علشان نقلل من الاعتماد على الأيدي العاملة الوافدة اللي تعمل في البلد، ووجودها أحيانا قد يشكل يعني مشاكل اجتماعية. نعم، تفضل. صديق للبيئة، ليس هناك في أي مخلفات أو ويست. يلا، صديق للبيئة طبعا. نعم. احنا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، واحنا كمجتمع يعني حضاري اكيد بيكون تفاعلنا ايجابي مع هذه النوعية من المشاريع. بالتوفيق ان شاء الله.